بإطار مكافحة الجريمة المنظمة بشتى أنواعها، وكذا المحافظة على النظام والأمن العموميين، تمكن أفراد فرقة الأبحاث الدرك الوطني برغاية من الإطاحة بإصابة مختصة في ترويج مؤثرات العقلية عبر إقليم ولاية الجزائر. العملية قام بها أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمنطقة الصناعية برويبة، إثر الحصول على معلومات مؤكدة مفادها محاولة تمرير كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة، ليتم القيام بعملية مداهمة واسعة النطاق، حيث تم وضع نقاط مراقبة في مناطق متفرقة، أين تم توقيف سيارة مشبوهة قادمة من إحدى الولايات المجاورة، وبعد تفتيشها تم العثور بداخلها على كمية من المؤثرات العقلية قدرت ب 13770 قرص مهلوس، ليتم توقيف السائق واقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق المعمق في القضية من طرف فرقة الأبحاث برغاية، مكان من توقيف شخصين وحجم مبلغ مالي قدر ب 100,000 دينار جزائري. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة.